معنوياتك اليوم؟ اليوم ممتازة، شايفين انه الصبح انا صاحي على رجلي اليسار. مبسوطة ومرتاحة ومتفائلة؟ كثير مبسوطة، مبسوطة بعد ما اخذتيني على الرحلة الحلوة اللي حسيت حالي وحسيت نفسي فيها بالجنة صدقا. يا جود هلا فادية، يمكن لما تعملي لقاءات يمكن حد يحكي عن إنجازاتك، عن إشياء معينة، بس إحنا اليوم ما بدنا ندخل بهاي التفاصيل. يعني بحكي يمكن أي شخص بده يعرف عنك بده يدخل على الإنترنت ويقرأ شو الإنجازات، شو عاملة بحياتها، شو مشاركة أعمال وإلى آخره. اليوم حابة أدخل أكثر على مشاعر فادية، على الإنسانة فادية، على الإنسانة اللي أنا تعرفت عليها بدبي وحبيت كتير شخصيتها. أنا كتير حبيت صراحة واحترمت التواضع اللي عندك إياه، فاليوم أنا حابة شوي أخلي ناس يشوفوا هاي الشخصية اللي أنا كتير أعجبت فيها. ما عندي تواضع أبداً أبداً أبداً. اللطافة أنا اللطافة لما بعصب يعني ما بشوفش حدا قدامي أصلاً. لا والله العظيم بشناك معصبة فما بتخيل. لا أنا لما أنا طبيعتي الناس بتفكرني إني مثلاً هادي أو كذا، لا أنا من النوعية اللي إذا ما كانش كل شيء بيرفكت حتى بالبيت جودي، إذا الطبخة ما زبطت أو كانت مثلاً أقول لك على مستوى البصلة، إذا ما كانت التقطيعة تاعتها كلها نفس المستوى أو نفس الحجم بتلاقيني بعصب. بيكي لدرجة ما بتتخيليها. أوكي. التواضع أنا بقدر أقول لك إنه ما في شيء لنشوف حالنا عليه بكل هي صراحة. هاي. التواضع يعني إحنا لسه ما وصلنا للمراحل اللي المفروض أن نشوف حالنا، وحتى وإن وصلنا إلى المراحل اللي المفروض نشوف حالنا فيها بيقول لك ربنا من تواضع لله رفعه. شو ما وصل للبني آدم وشو ما طلع درجات إن كان اجتماعيا ماديا اقتصاديا، المفروض أنه أنت تشوف نفسك زي باقي البشر. وأنا لسه أصلا يعني نحكي بصراحة جد بجد أحيانا بحس حالي في لحظات بحس مش في ناس متكبرين صح؟ طبعاً. أنا في لحظات معينة بعمل تصرف بعديها بفكر في حالي قبل ما أنام بقول فادي أنت تكبرتي في هاي فإحنا كلنا بشر وكلنا من النوعية اللي بتخطئ، بس ما يكونش الطابع العام لإلنا في كبرية أو في غرور تعصيب وفي غرور، وبنعيد وبنزيد يعني التواضع من تواضع لله رفعه. ودائماً اعرفي ربنا ما رح يرفعك إلا إذا كنتي متصالحة مع العالم، محبة صح. للعالم، متواضعة مع العالم. أنا إذا بدي أقيس على حالي صراحة عشان يكون عارفين كيف تعرفت عليكي، أنا شفت فادية بمطعم وأنا كنت بعرفك من قبل، وبتذكر أول ما شفتك قلت لهم فادية فادية، متحمسة أناديكي وأسلم عليكي. ما رح أحكي انصدمت، ولكن ردة الفعل لأن أنا بعرف يعني طيبتك من اللقاءات وهيك، كيف إجيتي سلمتي علي وقعدتي معي وعملتي لي فولو على إنستغرام وقعدتي لي بعد، حبيت هذا الإشي فيك كتير. أنا أحكي لك شغلة، أحيانا بتلتقي ببشر بتحسي إنه في شعاع بينك وبينهم. أنت أول ما شفتك شو قلت لك؟ بسكوتي. فالبسكوتي هاي أنا بحب الوجه الطفولي الملائكي، دائما لما بقول سماهم في وجوههم اللي جوا القلب بيعكس دائما على الوش. فأنت يومها كنتي جالسة ولفت انتباهي وشك الملائكي، من جد بحكي لك، وحتى طريقتك في اللقاء فيني حبيتك من جوا قلبي، حبيتك. شكرا. يعني شكرا. من جد سمي. يومها انا حسيت انه في شعاع بيني وبينك، وبحب اصرارك وطموحك وتحديكي، وبحب انك انت بعمر صغيره وجالسه لسه بتشتغلي على نفسك وراح تصيري في يوم من الايام، وقولي فاديه قالت إن شاء الله من اهم مذيعات الوطن العربي. ان شاء الله تسلمي. يعني انا صراحه روحت وقلت اذا عملت البرنامج اول شخص لازم يكون معي هو انت. يعني استفتحتي فيني. كثير مبسوطه طبعا. انا كثير مبسوطه استفتحنا معك نفسيتي. ابوسك حبيبتي، وان شاء الله بالمستقبل نكون معك باشياء ثانيه ان شاء الله. انت هلا بدبي تشتاقي للأردن ولا لا؟ طبعاً الأردن حبها في دمي. تندمي أنك نقلتي على دبي؟ ما بنقدر نقول بندم، لأنه بكل أمانة أقول لك إياها الفرص اللي أنا لقيتها إن كان بالرياض أو إن كان بدبي ما لقيتها في أي مكان ثاني. الأردن بحب أجيها، والدتي فيها، بحب أسترجع ذكريات طفولتي فيها، بحب الأماكن اللي كان أبوي الله يرحمه ياخذني عليها، بحب إخواني، بحب جو العائلة، الكل موجود بعمان. بحب أصدقائي الموجودين من زمان من أيام المدرسة ومن أيام الدراسة، يعني بحب الأردن أكيد، بس بقدر أقول لك إنه يمكن أخذت فرصتي أكثر بدبي. أنا كنت بسعودية معروفة على مستوى، مبارح كنا نحكي أنا وياك في هذا الموضوع، بسعودية كنت معروفة على مستوى الرياض أو مستوى السعودية بشكل عام. لما رحت على دبي لا، انتقلت للميدل إيست، صرت أطلع بعدين شوي شوي على لندن، على نيويورك، صرنا شوي ننتقل لليفل أعلى. فهاي يمكن ميزة دبي، والكل
يعني ما في داعي اني اقعد احكي زياده او كذا. لا صح، كل اللي بيعرف انه دبي هي بوابه لكل الناس اللي حابين يبحثوا عن فرصهم صدقا. اكيد. طيب هلا احيانا ربنا بيمتحننا، بيبتلينا ببعض الامور، هو انا بعتبره كامتحان بالحياه، يعني كل واحد ربنا بيمتحنه بشيء مختلف عن الثاني. صحيح. فادية تم امتحانها يمكن بكثير اشياء، ولكن في 4 امتحانات كبار تم امتحانها فيهم بحياتها، وهو مرض السرطان. يا ريت لو بس على التوجيه. مرض السرطان واجهتيه 4 مرات طبعا. انا بطلع عليك اليوم وبقول كيف لا تزالي بهاي النفسية الحلوة والتفاؤل والشخصية اللي قدامي. يعني يمكن اي شخص ممكن يشوفك يقول هل هي سلبية، بالعكس متفائلة ومبسوطة وإيجابية، كيف؟ يمكن انا دائما بكررها باللقاءات الصحفيه انه السرطان احلى شيء صار في بحياتي. سمعتك بتحكي هيك. سرطان اجمل ما الله رزقني اياه، اللي هو مرض السرطان، اللي علمني القوه وعلمني الصبر وعلمني الاصرار والتحدي، وعلمني اني احس بكل شيء حولي واني استشعر بكل النعم اللي الله اعطاني اياها. فالسرطان هو اللي اعطاني الطاقه الايجابيه هي. انا كنت قبل ترى نيجاتيف جد؟ وكنت قبل شخصيتي ضعيفة، يس، وكنت قبل ما أحس بقيمة الوقت، ما كنتش أعرف السبت من الأحد من الاثنين من الجمعة، ما كنت ما كنتش أحس ما كنتش أحس بقيمة أولادي، ما كنتش أحس بقيمة أمي، بقيمة أهلي. بعد السرطان حسيت بهاي النعم، حسيت بمدى حب عائلتي لإلي، لأنه أهلي أمي تحديداً وإخواني اللي أنا بعتبرهم أصدقاء لإلي، حسيت بمحبة ما كنت أشعر فيها زمان. أولادي حسيت بحنية، وأحلى إشي علاقتك معهم، يعني أنا أولادي أصحابي كتير، يعني بشوفك دائما بتنزلي معهم. أنت ما بتتخيلي لما كانت مثلا ديانا تيجي، ديانا أنا لما انصبت بالمرض، الحين ديانا عمرها 27 سنة، لما انصبت بالمرض كان عمرها 8 سنين. تخيلي لما واحدة عمرها 8 سنين يجي يقول لها أمك مريضة بالكانسر بدك تديري بالك عليها، فافتقرت شوي لطفولتها، ويمكن هذا الشيء أثر على شخصيتها بعدين. انت كنتي منفصله وقتها ولا كنتي؟ لا، يعني كنت في الزواج وبعد السرطان انفصلت. ما احنا بدنا نرجع ونحكي انه السرطان علمني اقول لا، صح، يعني علمني شو حقوقي وشو واجباتي، وامتى اقول للي قدامي اذا بزعلني اسكت او ما بسمح لك، لانه في شيء مستاهل. بظن نفسيتك اهم وصحتك قبل اي شيء. كانت امي لما تقول لي استري حالك يما، والزواج يعني الزواج من بيت اهلك لبيت زوجك للقبر، بعيد الشر يصيبني يا ربي اعيش كمان 30-40 سنة ان شاء الله. فلا، الكانسر علمني اني اي حدا بده يزعلني ولو اقرب الناس مش مسموح يكون في حياتي. اول مره اصبت بالمرض، كيف كانت ردة فعلك كأول مرة؟ تفاجأتي يمكن، أو كيف صار الموضوع؟ لا، تفاجأت، انصدمت. قعدت 24 ساعة خرسة ما بحكي ولا كلمة. طبعا أنا صحيت لقيت أمي حوالي هيك جالسة هيك على التخت، وعيونها مدمعة وبترجف. قلت أهلا، أكلنا هوا، مرضت بالكانسر. ويومها بتذكر لثاني يوم 6-7 الصبح اجى عمو حيدر الطويل، هو اللي عمل لي العملية. قلت له أنا مريضة بالكانسر، صح؟ قال لي يس. قال لي حتاخذي 6 جلسات كيماوي، 36 جلسة إشعاعي. أتذكر 36 إشعاعي؟ 36 جلسة إشعاعي وست جلسات أو 8 جلسات كيماوي، هذا بالحكي بال 2003. قلت في عقلي يا إما بقهره يا ما بقهره، يقهرني. وقهرته جود، وقهرته مش مني، يمكن الله حط فيي قوة عجيبة غريبة. كنت أحس إنه هالقوة هذه اللي عندي إذا طلعتها رح أفجر الدنيا. فجرت الدنيا بس بطريقة حلوة. يعني أنا مثلا كنت بعد ما مرضت، لما أخذت الكيمو كنت أتعب كثير، بس كانت نظرات الممرضات وأنا طالعة من المستشفى وهم يقولوا لي مدام فادية بليز خليكي معانا، أقعد أقول شو أنا يعني عملت لهم فرحة بالمستشفى؟ طوله أنا قاعدة بضحك، يعني ما في عندي أوردة، حتى ركبوا لي هون فورتكات عشان يحطوا العلاج من ناحية صدري، ما في عندي شرايين. تكون تغزغز فيي، تغزني 13-15 إبرة، وأنا كل ما تغز الإبرة أخذ نفس أقول How are you? How's your doctor? How's your husband? فعلياً النفسية بتخيل تلعب دور كتير. فكنت أنبسط في تعامل الناس اللي حولي، وأحس إنه أنا بعطيهم هاي الطاقة أو هذه الفرحة أو هاي الابتسامة الصغيرة البسيطة اللي برسمها على شفايفهم. يس،
كنت أنبسط ومبسوطة للآن بمرض الكانسر. للآن شوفي أنا للآن باخذ أدوية للكانسر، أنا فري كانسر بس باخذ دواء اسمه تاموكسيفين كل يوم 20 ميلي جرام. هاي ال 20 ميلي جرام تعمل لي كتير سايد افكت مش حلو، مش حلو، تشنجات في جسمي ما بطلعها على السوشيال ميديا ولا بظهرها، أحيانا هبات كتير سخنة يعني بصحى من النوم التخت بيكون كله مي، قشعريرة مرات. هاي بحكي لك الأمور تعلمت من الكانسر أني ما أبين ضعفي قدام أحد ولا أشكي همي لأي أحد. شوفي اثنين ما تعرفي حدا عليهم، اثنين حالتك الصحية حالتك المادية. يعني حالتك الصحية تعبتي ومرضتي ما تقولي أي قدام حدا، الفقير والمريض مكروهين، خديها قاعدة. حتى المريض؟ المريض مكروه، إذا ظلوا يشتكي مكروه، إذا ظلوا يقول أي وإي وصدري بوجعني وظهري بوجعني نيجاتيف، تفضل أنها ترتاح. والفقير برضو إذا حسوا عليك أنك أنت مادياتك مش مزبوطة تأكدي تماماً نظرة العالم لإلك رح تختلف تماماً. دائماً شو أقول لك، صيت غنى ولا صيت فقر، سمعتها كثير، صحة ولا صيت مرض. صح طبعاً، الله لا يحوش حدا لحد. أنا هاي دائماً بقول الشكوى لغير الله مذلة، ودائماً بقول إنه ما نبين بالضبط وضعنا للعالم اللي حولنا إلا إذا كان وضع كويس. وضع كويس، إما بتطلع على العالم بتكوني بشوشة معاهم وبتضحكي قدامهم وبتعطيهم هاي الطاقة اللي المفروض إنه يحسوا فيها، يا أما ما تطلعيش خالص. طب سؤال، مع إنه ما بتحسي لما تكوني هالقد بشوشة ومبسوطة، ممكن ما بدي أحكي تنحسدي، ولكن الناس لما يشوفوك أضعف تلاقي يكونوا أقرب ما لإلك. بيهمني تعاطف الناس أبداً، ما بيهمني التعاطف ولا نظرة العاطف من الناس، وبيهمني إنه الناس يضلهم عاملين لي الصورة الحلوة اللي من أول ما طلعت بالإعلام للآن ما تنازلتش عنها. يعني في أحيان في أشرطة على في فيديوز على اليوتيوب موجودين عندي عن مرضي لما شلت الورم من دماغي، عن مرضي لما استأصلت الورم اللي بثدي هيك. مرات لما بطلع بقول يا ربي إنها تنمحي، يا ربي إنه الناس ما تشوفها، بس بقول لا خليها ليشوفوا كيف بالعكس طبعاً كيف صرت طبعاً. شوفي المرأة القوية، وأنت من النساء القويات جودي، كانت فأرادت فأصبحت، كانت فأرادت فأرادت فأصبحت. فأصبحت كانت ما تطلع على ماضيكي، كنت ناجحة كنت فاشلة، كنت معاك فلوس ما كنتيش معاك فلوس، كنت بصحة بس إيش أردتي أن تكوني قوية غنية عندك صحة حلوة وأصبحتي هذا الشيء اللي أنت عملتي هذا الأساس لإلك فأصبحتي عليه. فأنا هيك بعتبر إنه هاي ميزات المرأة القوية، هي أصعب وأهم إشي بتخيل لأي إنسان، وحلو يكون إنه هو واثق من حاله ما بيحتاج حدا، ما يحس إنه بده العطف، لأنه بحس هون بصير الضعف، إنه لما تحتاجي حدا تحس حالك مكسورة أو أقل. شوفي أحيانا المرأة بتحس إنه قد ما كانت قوية بتتعب من القوة، صح، بس أنا غصبا عني صرت قوية، غصبا عني أنا مش بكيفي صرت قوية، لأنه أنا الأب وأنا الأم وأنا اللي غصبا عني بدي أصرف وأكد وأشتغل وأجتهد، ما في حدا يسندني ولا في حدا يساعدني، فغصبا عني صرت قوية. ولا أنا لو لقيت أحد يقويني، لعلمك ما في ست ما بتحب تتستت، ولا في ست ما بتحب إنها تتدلل، بس أنا ألا كتب لي إنه ما أتدلل ولا أتستت، فستتت حالي من تتدلل حالي بطرقك الخاصة. بالعكس بس بدل يعني الحالي بطرق خاصة ومبسوطة بهالشخصية اللي الله أعطاني إياها، أني أكون مسؤولة عن نفسي وعن أولادي وعن عائلتي وعن كل شيء بحياتي. ومشان هيك أنا شخصياً بشوفك كملكة، ومن هنا جتني فكرة شو النشاط اللي بدنا نعمله مع بعض. الملكة بالعائلة، بشغلك، بمحبة الناس لإلك، بتواضعك ونظامك، أنت جبتي سيرة التنظيم وكل هذا الحكي فشفت هاي الخسل فيكي، ومشان هيك حبيت أخذك على رحلة كتير حلوة مبارح اللي من خلالها طبعاً حنورجيهم شو عملنا. حبيت أعمل وجه التشابه ما بين الملكة النحلة رحلة بالجنة يا جماعة. أنا حكيت لجودي قلت لها أنا حسيت حالي بالجنة، وحسيت إنه النحل سبحان الله، لا خليهم يشوفوا أحسن وين رحنا، إحنا حنورجيهم وبس نرجع حنعلق عليه وندخل فيه. جودي يعني لحقنا بعض ونزل هلا السلام. بسكوتة بجنن شكلي. بسكوتي كيفك، شو اخبارك؟ ما عارفه اشياء والله. انا قلت لي رن مقابله okay. او ما بعرف شو مفاجاه. هلا 5 minutes ايوه رح يوصل الهليكوبتر رح نطلع على
مبسوطة، هذا المطلوب. أنا اليوم مبسوطة، أولا أنت رديتي في روح الشباب. أنا عادة بعمل لقاءاتي مثلا مع مذيعين بتلاقيهم فوق 30 فوق 40. لا اليوم غير، اليوم غير ويجننوا طبعا، بس اليوم أنت رديتي في روح الشباب، هذا المطلوب، وأعطتيني حماس بطريقة مش طبيعية. عرفتيني على أماكن بالأردن أنا كأردنية ما بعرفها. عمرك وصلت أم قيس؟ لا. أوكي. أنا هذه أول أنا شغلة حلوة شوي، يعني كنت أقول إنه كان أبوي ياخذنا على قلعة الربض، على عجلون، على جرش، على الكهف، في على بترا، على، بس إنه أم قيس أنا بصراحة ما عمري زرتها. وبالربيع، بالربيع الجميل، ماما دائما كانت تقول لي ما مشان الله تعالي دائما بالربيع، الربيع جو الأردن لا يضاهي أي جو. بسطة صح؟ بس هي صادقة طلعت يعني. طب السؤال الأهم، إيش تعتبري حالك؟ شخص بحب المغامرة ولا؟ يس اوف كورس. شجاعة كثير، ما تنغرب عمري. طيب. ما تنغرب عمري. احنا ما حكينا لفادية شو الشيء اللي رح نعمله هلا. في نشاط كثير حلو. هدية منك. شكرا لك. تقبش قلبي انت. شكرا شكرا شكرا. اوكي، شفتي ما احلى الاردن وشعبها؟ الاردن بلد مضياف وبلد كرم وبلد نشامة وبلد بلد جود. يعني الاردن يعني ما يحتاج اتكلم. وهلأ رح نورجيهم لسه إشي أحلى بيصير بالأردن. أوكي. هي أكتيفيتي أو نشاط بقدروا هم يعملوه، ولكن أحلى وقت لإله بالربيع. تمام. بس هو فيه تحدي هيك صغير، يعني شو ظنك جريئة؟ أنا جريئة. رح ننطلق من هون. أنت بتفقى أنت ورند على كل شيء ترى، والله ما قالت لي ولا إشي ولا إشي. إحنا حبينا نفاجئك، بدنا نشوف هيك روح المغامرة عندك. يلا رح نطلع ورح يجوا معنا. بتعرفي هاي الخبازة بتنعمل بتنعمل أكل طبيخ بجنن. فالدكتور بيقول لي دائما الرياضة هي نمبر 1 لحتى تظلك محافظة على لياقتك حتى لو تقدم فيك العمر، حتى لو والله بنشوفها كل مفاجأة. يعني هي مفاجأة حلوة ومميزة. أنا مش حافة إيدي على قلبي، حافة حالي بأمان معاكي جولية. لا رح تكوني بأمان، هو إشي هي أمان. يوسف، يوسف تذكرتني ولا ما تذكرتني؟ هاي يوسف، كيف حالك؟ شو الأخبار؟ تذكرتني؟ جد تذكرتني؟ ضليتني أضحك السنة الماضية. هاي يوسف. فادية. أهلا وسهلا. كيفك؟ يوسف. شو أخبارك؟ إحنا ما حكينا لفادية إيش جايين نعمل، بس هلا رح أخليك أنت تحكي لها ونصور كل الإكسبيرينس ونفاجئنا فيها. ياسون مع العسل. قيس، أم قيس تحوي على 1500 زهرة. من ضمن مصنفات علمياً 150 زهرة علاجية، وهذا بعطي الأزهار الموجودة في أم قيس والعسل اللي بيوجد من أم قيس عسل مميز بسبب قيمة القيمة الغذائية الهائلة لهذه النباتات من 1500 فما بالك ب 150 زهرة علاجية. وجودة العسل تعتمد على تنوع الغطاء النباتي، كل ما كان الغطاء النباتي أكثر كل ما كانت الفيتامينات أكثر وأفيد. طيب إيش حنعمل اليوم؟ هسا أول شغلة take off the shoes please، نشلح الحذاء عشان نأخذ. شوفوا هنا النحل، هاي النحلة شو بتجمع؟ اللي هي البولن، حبوب اللقاح على جريها. هذا اللقاح، هذا الحبوب اللقاح بتجمعوا ايش؟ النحلة على جريها. هذا النحل شو وظيفته؟ وظيفته انه يحتني باليرقات. شوفوا اليرقات، شوفوا عندنا هنا النحلة هاي كيدز بدها تخلصت ال 21 يوم بدها تطلع. تفرجوا عليها، طلعت ما شاء الله. في فصل بشهر 7 وشهر 6 بصير النحل كيك اوت للذكور، لانه ما لهم مش فائدة بالخلية فقط، غير هم خلينا نقول عبء، مش مالهم مش عمل يعني. ما انقرصنا ولا صار لنا اشي، وانا وجودي مش خايفين، ترى انتوا اللي بتتفرجوا علينا هالحين اقسم بالله خايفين اكثر منا. هيها الملكة، she's the twice the size of the worker bees. اوكي هيها. طيب خلينا نشوف لد كيف النحل بزي عنها، اتفرجوا كيف حركة الحركة، بس الحركة. شوف كيف النحل، شوف كيف برجع للخلف، شوف كيف بنحني.
احنا فقنا الصبح وما قلنا لك وين رايحين، بس فاجأناكي بالهليكوبتر وبالمنطقة اللي رحنا عليها. أنا تفاجأت بكل شيء مبارح. أنا رند بس قالت لي روحي أنا بدي أطلع، بدي روح، حيجي السواق ياخذك على مكان بتواصلوا معاكي. والله ما قالت لي شيء ثاني. عاد أنا كنت شوي شاكة فيها، قلت هلا رح تحكي لفادية وتهيئها وما رح تتفاجأ. لا بس شغلة ملكة النحل هاي كيف أنتوا زبطتوها؟ أنا رحت السنة الماضية على منطقة أم قيس، وصراحة شفتها بالصيف مو بالربيع، يعني هلا أحلى وقت شفت الخضار، ولا كأنك بعمان ولا كأنك بالأردن. جنة. هي طبعا تابعة لمحافظة إربد، وسمعت أنه بالربيع أحلى وقت. رحت السنة الماضية وأول ما شفت النحل وتعلمت عن الملكة النحلة وشفت شو بتعمل وكل طريقة التنظيم، قلت لا 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 لا، هذا يعني الميزة اللي عندها لازم يجي يوم أشبهها بحدا. وصدقا حسيتك انت هي، وحياة الله يعني قلت ما اجمل انه فادية تيجي تتعرف على الملكة النحلة. اكون معك صريحة، تشوفها. انا بصراحة مبارح لما شفت كيف العسل وكيف هالمنظومة اللي حكى عنها مستر يوسف وكيف ماشيين على الدستور وماشيين على النظام وماشيين على قوانين، وشفت الملكة كيف لما بتمشي وبيكون الكل هايبها وكيف بتمشي بخطى ثابتة، كثير حبيت. ولعلمك مش كرهاني ابدا انك تشبهيني بملكه النحل، يا ريت اكون زي ملكه النحل. لا زي يا ريت اكون يا ريت اكون مثل تنظيمها ومثل قيادتها امبارح انا اللي شفته بقول لك انا ما شفتوش بحياتي، هذا اللي كنا بنيه ولا بحياتي شفته. يا جماعه امس انا كنت اقول انا بالجنه من جد، وانا بالاردن وبربوع الاردن بنسى نفسي. الأردن خصوصا يعني المنطقة اللي مبارح رحنا عليها ولما طلعنا على قلعة الربض، في شغلات كثير استذكرتها وفي شغلات كثير رجعت بالذاكرة لقبل 45 سنة. أنا عمري الحين 50، لقبل 45 سنة لما كان عمري 5 سنين والوالد ياخذني على عجلون وياخذني على الأماكن الأثرية اللي بعمان ويقول لي لازم تتعرفي على تراث بلادك ولازم تتعرفي على أثار بلادك، ياخذنا على جرش على عجلون. مبارح الرحلة اللي عملتي لي إياها أنت ما كنتي داخلي قلبي وشايفة. أنا مبارح لابس النظارة وقاعدة ببكي، قلبي بيبكي قبل عيوني. شفتك، لا وإحنا بالهليكوبتر كمان شفتك، حسيتك تأثرتي من قلعة الربض. قلبي كان يبكي قبل عيوني لأني كنت أشوف أبوي في كل مكان معي، وكنت فخورة جدا بأنه في بالأردن طقس يمكن أو مناخ أو سهول أو وديان أو تضاريس هاي مش موجودة برا ولا شفتها ببلاد برا. وإحنا للأسف إحنا كبشر أو إحنا كمجتمع والله ما إحنا حاسين بالنعم اللي إحنا فيها. صح بالأردن صح. تعرفي صديقاتي السعوديات بيقولوا نيالكم نيالك يا فادي على هيك طقس، أمس يتواصلوا معي نيالك على هيك وديان على هيك. سد الملك طلال لحاله لوحة الأسبوع فنية. الماضي طلعت على منطقة اسمها أم النمل، خضار كل أم النمل. ليه ما أخذتيني عليها؟ كل المرة الجاي السفرة الجاي معبية سعوديين معبية وعم بيصوروا مكيفين. ما هو أهل الخليج يمكن عندهم البر اللي إحنا مش عندنا إياه، بس ما عندهم الخضار، وفصل الربيع عندهم مختلف تماما عن فصل الربيع. وبدي أقول لك شغلي، أنا لفيت العالم ما خليت لا سويسرا لا النمسا لا لندن لا باريس، كل أوروبا زرتها. الربيع في الأردن غير، وراح تقولوا فادية بتباله، الربيع بالأردن غير. زهرة الحنون بتعرفوها شباب مصورين؟ طبعا طبعا. زهرة الحنون هاي مش موجودة، يعني أنا بشوف الربيع بالأردن لا يضاهي ربيع في العالم. لازم كل حدا حاليا لأنه اللي عم بيحضروا هلأ لساتنا بالربيع. كيف لازم أجمل شتاء تبقى بالخليج أو في دبي أو صح. في الإمارات إحنا أجمل ربيع بالعالم فعليا. صحيح. بمجالك كإعلام وسوشيال ميديا كتير بتنزلي على السوشيال ميديا، يعني ما يعني في كونكشن ما بينك وبين المتابعين. هل فادية اللي بنشوفها هي فادية اللي على حقيقتها، ولا بتحسي بضل إنك بتحاولي تورجي يمكن شخصية مختلفة شوي؟ يعني في ناس بتلاقيهم بيقولوا فيك كتير فيك على السوشيال ميديا. هل عني يعني بيحكوا فيك؟ لا إنه في ناس بيحكوا يعني عامة لما يطلع على السوشيال ميديا بيقولوا يمكن في كتير ناس مش هم مو هيك أو مو واقعيين. أنا بحكي لك أول شيء بنكذب فيه بالسوشيال ميديا أول شيء الفلتر. طبعا هذا يعتبر كذب، ما بنبين شخصيتنا الحقيقية زي ما بنبينها على السناب شات، هذا أولا. ثانيا بتبيني شغلات لازم تبيني إنه أحسن شيء عندك، إن كان بسلوكياتك إن كان بتصرفاتك إن كان حتى بالإشياء اللي بتلبسيها. أنت الحين بدك تطلعي بالبيت بدك تكوني على آخر طرز مكياج ملابسة عاملة شعرك أكيد لا، بس لما بدك تطلعي على سناب أنا شوفي شخصيا والله بطلع، يعني أنا بطلع. لا أنت بتطلعي. أنا بطلع بشوفك زي ما أنا بشوفك هلا، لا في يعني. شعري بكون بدون ميك اب بطلع بس بكون حاطة الفلتر لأنه وجهي ما بيتفرجاش لحتى بدون فلتر. هي تعويض على فكرة كمان بس تعويض. مثلا
تعصيب ما بقدر أطلع وأنا معصبة، انتقاد ما بحب أنتقد حدا لأنه أنا بقتنع أنه يمكن في ناس تقول لك صوتي على صوتها على صوتها بنعمل أصوات بنسب. أنا سياسي ما بدخل ولا بحكي ولا الدين، دين مستحيل أتكلم لأنه لو شو ما تحكي بتحسي لو قلتي إشي ممكن يكون منطقي بيكون محسوب علي. فما بقتنع أنه صوتي الوحيد اللي هو رح يأثر. أنت رح تقولي لي بس فادية صوت على صوت بيفرق، أنا يمكن بختلف شوي بقول لا صوتي ما رح يفرق، فخليني أنا محافظة على بيتي محافظة على حالي إلى حد ما. ما بحب بلبلي أو ما بحب المشاكل على السوشيال ميديا. إذا لاحظتي أنه أنا أقل الناس أو ما في عندي عداءات لا لا يوميات الكل بحبه، يوميات يتعرف عليك الكل بحبه من صديقاتي الإعلاميات والكل بيحبني وما عندي لا غيرة ولا عندي تنافس. حتى الشريف تنافس شريف ما عندي وكلهم بيحبوني وأنا بحبهم. صح، يومياً بشوف عندك جماعات بالبيت، عندك صديقات كتار بالمجال. عندي علاقات كتار يعني كتير مهمة. بس صديقات ما عندي بدبي، يمكن صديقات إلا رند طبعاً أكيد، وما في غير لجين. رند أختك ولجين ولجين هي الصديقة اللي ببوحلها يعني ببكيلها لما بكون متضايقة بدقلها، هي نفس الشيء. بس علاقات الدنيا عندي، بس صداقات لا ما بقدر أبين. وقت الشدائد ببينوا هدول الأشخاص. وقت الشدائد أنا رند ولجين بدبي وعندي وعندي كمان بسعودية، ما بننكر في صديقات بسعودية وفي صديقات عندي بالأردن، بس في دبي بقدر أقول لك رند ولجين هم أكثر شيء مقربين لإلي. إذا بدنا نطلع على الجانب الإيجابي من السوشيال ميديا بنظرك إيش هو؟ الجانب الإيجابي اللي أنا حسيته بالسوشيال ميديا أنه في كنت شغلات ما أقدر أحكيها على التلفزيون صرت أقدر أحكيها على سناب شات. صح يعني صح. مثلا في التلفزيون كنا دائما نحاور ذوي الاختصاص، أنه مثلا من أطباء طبعاً من رؤساء دول من وزراء من عاملين نظافة كل الفئات كنت أنا أعمل معها مقابلات. بسناب شات أو الإنستغرام بقدر أحكي عن رأيي الشخصي، بينما بالحوارات التلفزيونية ما كنت أقدر إلا أني أخذ آرائهم ذوي الاختصاص. بس أنا بسناب شات بحكي رأيي الشخصي، بقدر بالسناب شات أو الإنستغرام أعطي رسائل غير مباشرة للناس كيف يتعاملوا مع أولادهم. هذا شيء ما كنت أقدر أعمله على التلفزيون. مهم. كيف مثلا أنا مع ديانا ومع محمد أولادي كأنهم أصدقاء لإلي، أنا بطلع على السوشيال ميديا كيف بتعامل معهم لحتى الأم تفهم كيف تتعامل مع بنتها المراهقة، لحتى الأب اللي أنا بقوم بدوره الآن بجانب أمومتي أنه كيف مثلا أحافظ على ابني ما أخليه ينحرف وإن ضل طريقه كيف ممكن أرجعه. يعني في شغلات كثيرة بحكيها بالسوشيال ميديا ما كنت أقدر أحكيها بالسناب شات. ومن السوشيال ميديا وحتى التلفزيون تعرفنا أكثر على ديانا، وأنا شخصيا كثير بحبها وبحب شخصيتها مجنونة هي. وإنتي كوالدة بهاي الثقة وبقدر أشوف الثقة اللي محطوطة بشخصيتها هي كمان، إيش المبادئ اللي ربيتي بنتك عليها؟ لأنه بحب أنا دائما أطلع على المرأة وقوتها وكيف تربيها أنها تكون أتحالها. ما تكذب وما تخاف من المجتمع، ودائما بعلمها أنه ما عيب إلا العيب. يعني أنا بنتي بتختلط، بنتي درست بمدارس مختلطة، درست في جامعات مختلطة، عندها أصدقاء بنات وعندها أصدقاء شباب. وين كنتي؟ إذا كذبت العقاب رح يكون مشكلة بالنسبة لإلي. معطيتهم الثقة إن كان محمد أو ديانا إنه الكذب حبله قصير. كذبت علي طبعاً. أول مرة ما رح تنكشف، ثاني مرة ما رح تنكشف، بس الثالثة ماسكتك. فالكذب عندي مرفوض بالبيت، مرفوض تماما. الاعتماد على النفس يجب انك تكوني معتمدة على نفسي. يعني انا ممكن اشتري لي شنطة بعشرة آلاف، بس بنتي ممنوع تشتري شنطة بعشرة آلاف، هي بدها تشتريها بدراعها وتعبها. انا ممكن البس حلق قيمته مبلغ معين، بنتي ما بشتريها نفس قيمة الحلق. علمتهم انهم يعيشوا حياة الطلاب. يعني انا راكبة افخم سيارة، تمام، بنتي راكبة سيارة جدا متواضعة جدا، بديش احكي ماركتها. ولما الناس بتشوفها بتقول فادية انت بنت فادية، ديانا انت بنت فادية ليش ما بتركبي مثلا سيارة زي سيارة امك مثلا؟ بتقول لما يكون معي فلوس واحوش واقدر اني اكون ادفع اقساط سيارتي بشتري سيارة كويسة. في تربية ثانية انا بقول لك اياها، ويمكن هاي يمكن مش كل الناس بتقدر تسويها، بس انا كنت قادرة والحمد لله قدرت اني اربيهم او اسفرهم برا معي وهم صغار. السفر انا بعتبره ثقافة.
طبعا سفر ثقافي اهم شيء. كنت اطلعهم معي دبي، كنت اطلعهم قبرص كثير، كنت اسفرهم معي دائما وهم صغار، فكانوا يتعلموا شو معنى سفر، شو معنى ثقافي، شو معنى نزلة اوتيل، البوفيه تبع الفطور، شو معنى انهم يتعاملوا يحكوا باللغه الانجليزي، يتعرف على جنسيات، بيتعرف على جنسيات. بس اللي ما بيقدروا مثلا، او انه كلنا بنمر في ظروف ما بنقدر نسفر اولادنا، الحوار. استبدلي هاي الاشياء بالحوار بينك وبين اولادك. كنت دائما لازم اجتمع معهم على الغداء، لازم اجتمع معهم على العشاء، لازم اخصص كواليتي تايم لإلهم لحتى نقدر نحكي مع بعض بكل شيء، بمشاكلهم في المدرسه، بمشاكلهم مع اصحابهم. كنت دائما يعني ان شاء الله اني اكون وجهتهم. كنت تبهدلي كثير ولا ما بتبهدلي؟ يا سلام اكون معك كذابه؟ لا، كنت ابهدل sometimes اضرب والله، وما بنكر اني ضربت في يوم من الايام كذب علي ولدي، ويس مديت ايدي، وبنتي نفس الشيء كذبت علي ومديت ايدي. طب ولليوم بتذكره؟ للحين بتقولي ما بنسى الكف اللي سلختيني اياه، لا يمكن انسى. احيانا شوفي التربيه الحديثه مهمه، وانا ضد الضرب، بس انا كنت جاهله كمان. نحكي بجد جودي، انا تجوزت 18 سنه، كنت شو كان عمري؟ يعني ما كان حدا يوجهني انه لا اتعاملي مع ابنك هيك وتعاملي مع كذا، بس والله كنت اقرا كثير، وكنت دائما صديقاتي اكبر مني عمرا ودائما يمكن افهم مني بالشعور وبالعقل، كانوا يدلوني هم. فما بنسى انه كنت كمان الله معطيني كواليتي في الناس، نخبه الناس كانوا اصدقائي، وكنت اتعلم منهم ولا زلت اتعلم. صح، انا بحس زلت مع العلاقات والسفر بتتعلمي، هي مش بس والله الكتاب ولا لا لا بس لا 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 لا. كل شيء بتخيل، كل التجارب. علم المجالس فاق المدارس، بدي اياك تعرفيها هذا الشيء. وللكل دائما بقول العلم الاكاديمي ما بيعطيكي وما بيثقل شخصيتك مثل علمك وتعاونك مع البيئه ومع الناس، بس اهم شيء يكونوا ناس صح اللي حولك. صح، احنا اصلا يمكن ناسين نص اللي درسناه ايام المدارس ولا الجامعات ولا لا. فيثاغورس ما تذكريه ولا شيء، ولا بدي اتذكر ولا الي على ابدا لا. طيب في كم سؤال رح اسالك اياهم. تفضلي. انا اقول لك كيف، رح اخيرك بين اشيين وانت تقولي لي اي واحد منهم انت بتفضلي، هذا هيك بس هيك سريع. يعني اكثر من سؤال ورا بعض. اوكي فادية، برجر ولا بيتزا؟ ولا شيء منهم، لا برجر ولا بيتزا. جاهز ابدا. طب اوكي، ايش اكلتك المفضله؟ اكلتي المفضله ورق عنب وكوسه، بحب. طيب احنا على هذا. سفره على البحر ولا سفره على منطقه جبليه؟ جبليه. عاد انا بحر. احلى دوله زرتيها في العالم؟ ايطاليا. ايطاليا في زيها. وين رحت بايطاليا؟ ميلان. طلعت ايطاليا، لفيتها فلورنس بتجنن، رحتيها وسان ريمو. يس، فحبيت ايطاليا اكثر بلد لانها فيها شبه منا وفيها حضارات حلوه. انا بحب شوي واكلها واكلها طيب. انا بحب شوي الاماكن او البلاد اللي فيها عراقه اكثر من الاماكن اللي فيها مدنيه. صح، صح. وعماير وناطحات سحب، يعني عكس يعني طلعت عن نيويورك مثلا اوكي حلوه بس ما حبيتها، مش جوي. انا زيك بقدر التاريخ شوي اكثر طبعا. اللون الاسود ولا الابيض؟ ابيض. ابيض ان شاء الله دائما تضلي في بياض. انستغرام ولا سناب شات؟ سناب شات طبعا، اكيد مبين. خلتني انزل سناب شات على فكره، مش عارفه استعمله من امبارح وانا مش عارفه استعمله. الحين هعلمك عليه. تعطيني عليه كورس. اعلام ولا تمثيل؟ اعلام. شاورما دجاج ولا لحمه؟ ولا شاورما دجاج ولا شاورما لحمه. لا ما باكل الشاورما. لا ابدا، غير شاورما كثير صعب. هلا انا كنت حاسالك منسف ولا قدره، بس انت قلتي ورق. فمنسف طبعا. بايدك ولا معلقه؟ لا تكميس. قهوه ولا شاي؟ شاي. انا كمان عازمك عندي على شاي. بتفضلي تقرا كتاب ولا تحضري فيلم؟ احضر فيلم. كنت زمان اقرا كتب. يمكن الفيلم بيختصر علي شغلات. فعليا عم بيكون ملم. انا بكون صريحه الى حد ما، يعني في ناس ممكن تقول لك انا بقرا وانا كذا. انا من زمان ما قرات صدقا، وما عندي الوقت اني اقرا، بس احيانا في شغلات بتجذبني اني اقراها، مثلا كتب معينه. بس الفيلم بحسه يعني اسهل لي. بلاي 100%. بتحسي حالك كثير ملتهي بالسوشيال ميديا؟ بيضيع وبياخذ كثير من وقتك؟ بياخذ مش من وقتي، بسبب لي ضغط نفسي. صح. Yeah. صح، يعني عقد من الناس يحضرونا ويشوفونا ما بتخيلوا قد ايه. يعني انا مثلا في اللحظه اللي انا طبعا متابعيني اغلى ما املك، انت بتعرفي انا لولا متابعيني انا ولا شيء. صح، كلنا يمكن في حال قعدت 4-5-6 ساعات ما نزلت شيء على السناب شات، بتلاقي في عندي مسجات بتوصلني على الانستغرام، لانه انا السناب شات مش شغاله عندي المسجات. بصير فادية انت منيحه انت كويسه، بضطر كل شوي احط ماده اعبي هالسناب لحتى الناس تطمن علي، وبحب سؤالهم عني. هل بتحسي المردود المادي هو اللي بيخلينا نضلنا على السوشيال ميديا زي ما نحن؟ 100%. أكون معك صريحة، أنا لولا سناب شات ما فتحت شركتي.
كنت كتير حابة هلأ أحكي في هذا الموضوع لأنه سألتيني سؤال بس وصلتي. أول مبلغ طلعته من الإعلانات اللي كنت أعمل فيها فتحت فيه الشركة وما بنسى كان بحدود يعني 400,000. ما هو أنا كنت بدي أسألك، أنت سألتني مبارح أنه إيش وضع أنه قديه بتفعولنا بعمان عشان الدعايات. هلأ أكيد الأسعار بتختلف عن الإمارات، بحب أعرف أسمع منك أنه إلا هم كمان يكونوا حابين يعرفوا، أعطينا سعر من أسعار الدعايات كيف بتكون؟ في دعايات أخذت عليها 50,000، في دعايات أخذت عليها 120,000. مش دينار أردني أصلاً. لا 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 درهم. درهم. يعني في دعايات أخذت عليها 10,000، في دعايات أخذت عليها 20,000 دينار. في دعاية بدبي والخليج، في دعاية أخذت عليها 300,000. يعني دعاية كانت تطلع على التلفزيون. إذا رجع فيك الوقت بتغيري المجال اللي دخلتي فيه ولا لا؟ الإعلام. يعني نطلع على فادية قبل 20-30 سنة بس ما حدا يزعل مني. لا بالعكس، حلو الإعلام ومش حلو. حلو الإعلام إنه إذا كان عندك رسالة واضحة وهادفة تقدري تعمليها. بس مش حلو إنه تفتقدي للبرايفسي تاعتك، للخصوصية تاعتك. يعني أنا هلأ ما بقدر إني أروح أطلع مكان عام وأكون مبسوطة فيه. يعني أنا مثلاً في تقسيم بشارع تركيا ما بعرف أتسوق، ما بعرف أتسوق لأنه بكون مبسوطة بالناس والناس لأنه كله عرب تقسيم مثلاً وكلهم بيجوا بسلموا علي، حتى أمي بتتضايق، بتكون معي أمي بتتضايق، بتحسيش حالك تقدري تتعامل مثلاً. أنا بحب السهر بكل أمانة، أقول لك إياها بحب أسهر، يعني بحب أماكن أروح أسمع عود، أسمع طرب، أشوف الدنيا، أشوف العالم. لما الناس بتشوفني في مكان سهر بتنتقدني، بس أنا بحب أسهر. صرت آخر شيء يعني أقول في عقلي إنه طب فادي لما تروح تسهري صوري، بروح إذا كنت سهراني مثلاً ساعة 12 للوقت بروح بصور. وهذا الشيء يمكن الناس تنتقده فيه، بس أنا هيك حياتي. أنا بحب أسهر، بحب الطرب، بحب الحياة، الحياة بشكل عام. بس بنفس الوقت ما بحب حدا يخترق خصوصيتي. بس مدام أنا وصلت أو دخلت هذا المجال ما فيني أعتب على الناس. ما بتحس بتقدر تتحكم شوي بهذا الشيء؟ يعني أنا بحاول أحياناً الخصوصية أضل ملتزمة فيها شوي، يعني بحاول ما أشير كتير. هلا أنت صراحة لا، إحنا بنعرف مين كل أفراد عيلتك وهيك، بس مثلاً بحاول شوي ما أنزل كتير من عيلتي، يمكن لما أطلع طلعات معينة. ما إذا قلت لك أنا من أول ما وصلت على عمان والناس تطلب مني إنه بس يشوفوا وجه أمي وقلت لها يما مشان الله بدي أصورك، أقول لها يما مشان الله بدي أصورك لأنه في ناس بتحبك. تقول يما والله ماني فاضي، والله يما ماني طايقة أني أطلع، والله بقول لها يما مشان الله بس أطلعي شوي، لأنه إيه؟ هذا الإشي بقربك من الناس، بحسوا أنه هم زيهم زيك، يعني في هذا الجانب العائلي الحس إيه نفسه. هم الناس بحبوا أحياناً يدخلوا لحياة المشهور شوي ويطلعوا مين أولاده ومين أمه. مع أني أنا ضد أني أطلع أمي وأطلع أولادي وأطلع كذا، بس الناس أحياناً زي ما قلت لك أنت لما بتفوتي بهذا المجال بتحسي في شغلات بتعمليها إرضاء للناس اللي هم مرضيينك. ما بدي أقول لك غصب عنك، أنا مش غصب عني بطلع ماما. لا صح صح. لا انبسطتي بجيتك على الأردن هاي المرة؟ أنا كل شهر بزور الأردن أو كل شهرين بزور الأردن، كل مرة بشوف الأردن من يعني منظور مختلف تماماً. كل سنة باجي بلاقي فيه أشياء غريبة عجيبة بالأردن، قد ما في ناس مبسوطة بالأردن بس في ناس بتعترض طبعاً، قد ما في ناس تطلع بالأردن وبتشوف الوجه الآخر للأردن أو الجو الحلو للأردن، إلا أنه في ناس تلاقيها لا، الأوضاع اللي بالأردن شوي يمكن مضايقة على نفسيتها ومضايقة على شخصيتها ومأثرة، والكورونا والموجة هاي الكورونا اللي إجت كمان قلبت الناس رأساً على عقب. بس دائماً بقول أنه الأردن قد ما فيها مصاعب يمكن، وقد ما إجت الكورونا وأثرت علينا، إلا أنه فيها وجوه مشرقة كتير حلوة وما بعرف الواحد إلا اللي يبعد. وأكون معك صريحة، ودي أحكي للأردنيين اللي على هالأرض البلد، الأمن والأمان اللي إحنا فيه ما في بلد تتمتع صح فيه. صح بأيدك. فدايما بقول شو ما بتتعرضوا لمواقف صعبة، لحياة اقتصادية صعبة، بس حياة الأمن والأمان اللي فيك يا عمان أو فيك يا أردن ما بتلاقوها في أي بلد آخر. فحبوا الأردن، حبوا أنفسكم وحبوا الأردن اللي مأمنت لكم هذا الميز اللي هي ميزة الأمان. شكرا. أنا كتير مبسوطة أنك صراحة جيتي تكوني معنا باللقاء وتزوري الأردن، يعني شكرا لتواجدك حبيبتي. ولما جيتي قلتي لنا ما أحلى هذا الموقع، فبدنا نشكر طبعا من السبونسرز تاعينا اللي هم إيجل هيلز وسينت ريجس، فندق سينت ريجس. إحنا اليوم بالريزيدنسز اللي هي تابعة لإيجل هيلز، إنه هي حكت فيهم مجروحين. أنا شاهدت فيهم مجروحة، فبدنا نشكرهم طبعا. ألف شكر لكم من جد. وإيش هالريزيدنس هاي مش طبيعية حلوين صح؟ يس
عالم مختلف. انا كنت مفكره فيه على فكره هذا بالشقق اللي موجودين حلوين والفيو جداً بجنن من فوق جداً جداً على عمان. في شغل صغيره هلا بدي اعملها معك. هو عباره عن تقليد انا عملته قبل 10 سنين. انا ذا جود شو بديته لما كان عمري 19 سنه بالجامعه، اشتغلت عليه سنه ووقفته. فعملت فكره وقتها وحابه بهذا الموسم نستمر فيها، لانه احنا بالاردن وانا بحب اعكس خلينا نحكي كل صورة بلدك بطريقة مشرفة. طبعا بطلب من كل ضيف يوقع العلم الأردني، فبدنا إياك تتفضلي معنا هلا ونوقعه، وإن شاء الله من هون ليخلص الموسم نخلي كل حدا يوقع. أنا بتشكرك جودي بسكوتتنا، أنا مسميتها بسكوتي. بتشكر هالزيارة الحلوة، بتشكرك على حسن الضيافة والاستقبال. شكرا. من أول ما طلعت من هناك من الطيارة ل الحين وانا يعني حاطتني على كفوف الراحه. ثانك يو فيري ماتش. ولا من جد ثانك يو، وبتشكر حوارك اللطيف الخفيف. شكرا. ونحكي بجد بجد، خليني احكي كلمه حق تقال. يا ساتر. لا انت مشروع مذيعه استثنائيه، لانه انت without auto cue without question قدامك بدون ولا شيء قادر انك تدير الحوار بالرغم من صغر سنك. يعني انت عندك عمر 29 او 28 بس عندك عقل المذيع اللي فوق ال 45 50. شكرا شكرا لك. شكرا.